أما هلأ رح ننتقل عبر اتصال هاتفي لنكون مع ضيفنا اللي دائما نحن متعودين يكون معنا بالاستوديو، ولكن اليوم حنكون معنا عن طريق اتصال هاتفي، وهو الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية، لنعرف أكثر عن التماس شهر رمضان. صرنا نحن 2 شعبان اليوم، وأكيد اليوم في ظواهر فلكية كثير يا ليلى حترافق هذا الشهر. يسعد صباحك دكتور. رجع ليلى، يسعد صباحكم، صباح الخير، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير يا رب. وأنت بألف خير يا رب. دكتور خلينا نتعرف عن رصد هلال شعبان. صحيح، بالفعل يوم السبت استطاع المرصد الفلكي السوري أن يصور ويلتقط هلال شهر شعبان كالمرصد الثاني بالوطن العربي يلتقط هلال شهر شعبان. بس للتوضيح، الهلال بيكون ببداية الشهر مثل الشعرة، يعني رقيق جدا جدا، يبقى في السماء بضع دقائق، فالتقاط الهلال بسماء بعد غروب الشمس ليس بالعملية السهلة إطلاقا، يحتاج إلى تقنيات، يحتاج إلى معدات، يحتاج إلى عين راصدة خبيرة لتستطيع أن تلتقط هلال شهر شعبان. مثل ما بتعرفوا رشا ليلى، نحن نقترب من شهر رمضان المبارك، تحديد بداية شهر رمضان المبارك يرتبط بشكل كبير بهلال شهر شعبان، بالتالي استطاعتنا وقدرتنا على التقاط شهر شعبان يمهد لدخول شهر رمضان بأكثر وثوقية، براحة أكبر، بيقينية أكبر. استطعنا أن نلتقط عدة صور للهلال يوم السبت، ومبارح بالأمس يعني الناس اللي تابعت وشافت الهلال بالسماء واضح أنه صار عمره يومين. الهلال طبعا ولد يوم السبت فجرا الساعة 2 بعد منتصف الليل، واستطعنا بعد غروب شمس يوم السبت أن يكون هلال شهر شعبان. طبعا نحن بهذه الحالة ننتظر بدر شعبان والهلال الأخير من شعبان ليتم التحضير لالتماس هلال شهر رمضان المبارك. بشهر رمضان المبارك أيضا عندنا ظاهرة فلكية مميزة هي الخسوف، اللي حيكون بمنتصف شهر رمضان المبارك. هذا الخسوف جزئي، لن يشاهد بشكل كبير بسوريا، ولكن مشاهد بشكل أفضل بالأمريكيتين وشمال وجنوب أفريقيا، بالنسبة لنا ما رح يكون مشاهد، ولكن حيساعدنا هذا الخسوف القمري أيضا على ضبط شهر رمضان المبارك. إذا الظواهر الفلكية هذا العام تتفاعل معنا، تتكاتف معنا لتسهيل دخول شهر رمضان المبارك. طيب دكتور، هل نحن بعيدا عن منقول أول شيء كل عام أنتم بألف خير وشكرا لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها ضمن الجمعية، نحن دائما هيك فخورين بأعمالكم ضمن الظروف المتاحة. خلينا ننتقل لنحكي عن المنخفضات القادمة، هل حيكون في منخفض قادم؟ صحيح، مثل ما اشارت المديريه العامه للطاقه الجويه، نحن مقبلين على منخفض، يعني الناس كثير فكرت انه خلص اجى الصيف، رجع الصيف بسبب اليومين الماضيين واليوم وبكره، يعني ارتفاع الحراره الاعلى من معدلاتها، لكن المنخفضات لم تنتهي بعد، ما زلنا بفصل الشتاء. نعم هناك منخفض ماطر وامطاره غزيره سيبدا يوم الاربعاء ويستمر حتى نهايه الاسبوع، هذا المنخفض حيتحمل بامطار غزيره جدا، حيساهم بتعديل المعدل العام للامطار، لكن رجع ليلى برجع اتذكر مثل ما اشرنا سابقا، عم نلاحظ ويتاكد كلامنا انه عم يكون ايام الشتاء قليله ومحدوده على حساب ايام عاليه الحراره غير منطقيه مثل الايام اللي عم نعيشها هلا وكانها من فصل الصيف نسبيا يعني، ولكن لا يعني هذا انه انتهى فصل الشتاء، ندير بالنا المنخفضات لسه حتفاجئنا على الاقل في منخفضين او ثلاثه قبل نهايه فصل الشتاء، وبالتالي لازم ندير بالنا باللبس، ندير بالنا بالتعامل مع الجو، لانه الجو بهذه الحاله راح يكون مفاجئ، وهذا الشيء لا سمح الله بيسبب امراض وبيسبب انتشار اوبئه. تمام دكتور، خلينا نحكي عن الظواهر الفلكية، وهل اليوم في ظواهر فلكية قادمة؟ تمام بالضبط، هلا فعليا اهم ظاهره يمكن نحن عم نترقبها هي بالنسبه لنا هي الاجمل، هي هلال منتصف عفوا بدر شعبان وهلال رمضان، هي يمكن اقرب ظواهر كفلكيه نحن عم نحكي لنا، لكن برمضان بمنتصف رمضان رح يكون في خسوف جزئي، عندنا ثلاث اقمار عملاقه، لكن الاقمار العملاقه لن تبدا معنا الا بتشرين الاول، بنيسان ايضا عندنا كسوف لن يكون مشاهدا في سمائنا، اهم ظاهرتين بالنسبه لنا يلي نحن عم ننتظرها هي 11 12 اب اللي هي الهطل الشهابي، مرور الارض بزيل وبقايا مذنب،
و 17 18 ثاني. اذا ثلاث اقمار عملاقه، هطلين شهابيين بالاضافه الى بعض كسوفين وخسوفين، لكن للاسف الكسوفين والخسوفين هذا العام غير مشاهدين في سمائنا. خلينا نقول يمكن الظاهره الاكثر اللي يمكن عم تاخذ ناحيه اعلاميه اكبر، اللي هو موضوع البقعه الشمسيه والنشاط الشمسي اللي عم تزداد تدريجيا عم نلاحظ زياده عدد البقعه الشمسيه كبرى وضوحها. هذا ممكن يسبب بشكل او باخر تاثير على الطقس للاعوام القادمه، ممكن يعدل من تاثير ظاهره النينو وظاهره الاحتباس الحراري، عسى ولعل انه يحدث ذلك، لانه فعلا اليوم العام شاهدنا تغيرات كبيره بالمناخ بشير الى المشاكل اللي نحن مقبلين عليها لا سمح الله العام القادم عالميا. طيب دكتور، دائما نحن متعودين على أنشطة الجمعية وكل جديد من حضرتكم، خبرنا اليوم هل في شيء تحضيرات لأنشطة جديدة أو اليوم مكتفين بس بالتحضير للشهر الكريم؟ لا 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 ابدا، نحن محضرين بشهر شباط تحديدا. اذا بدنا نحكي عن شهر شباط يعني بموزع عن باقي العام، شهر شباط فقط يعني هذا الشهر محضرين مفاجات كثير كبيره، وفعلا من امور فعلا يعني تتميز بها سوريا ويتميز بها العلم في سوريا. اول شيء نحن بدانا مثل ما لاحظتوا بهلال شهر شعبان وتصوير شهر شعبان اللي اخذ ضجه عربيه واسلاميه كبيره، لانه الناس والجهات العالميه تنتظر صورة هلال لتعلن بخلول الشهر، وبالتالي أن يكون هناك صورة من دولة عربية لهلال، هذا يوحد الأمة العربية والإسلامية على الدخول. لكن المفاجأة الأكبر رح تكون إن شاء الله بإذن الله تعالى 26 شباط، وهي يمكن أول مرة بكشفها، حيكون في شيء فريد من نوعه، يعني هو خلط الفلك وعلوم الفضاء والفلك والظواهر الفلكية مع الموسيقى. سيكون هناك شيء اسمه موسيقى الكواكب، هو تعاون ما بين الجمعية الفلكية السورية والسيمفونية الوطنية لتحويل هذه الكواكب بمداراتها بأشكالها بحجومها بغلفتها الجوية من السماء ورصدها وتحويلها إلى سيمفونيات موسيقية، يعني إضافة حاسة جديدة لتذوق الكواكب وهي حاسة السمع، مو بس بالرؤية وبالسماء. رح تكون 26 شباط موعد لهذه الفعالية المهمة جدا اللي حتربط الموسيقى بعلوم الفضاء والفلك، يعني فينا نرصد فلكيا، نرصد الكواكب، نتابع الكواكب، وبنفس الوقت رح نسمع موسيقى تعبر عن الكواكب. تمام، بدنا نتشكر جهودكم دكتور محمد، الجهود اللي عم تقوموا فيها الجمعية الفلكية السورية والأنشطة أيضا اللي عم تقوموا فيها، شكرا لك وكل عام وأنتم بألف خير يا رب. رجعنا إلى يسعد أوقاتكم وصباحكم وأنتم بألف خير. شكرا دكتور. قبل ما نودعك، هل فلكيا اليوم متوقع إمتى حيبدأ الشهر الكريم؟ هلا فعليا نحن الان صرنا حصرنا في الشهر الكريم ب 11 او 12 اذار ان شاء الله، يعني انحصر بهاليومين والجلسه 10 اذار. شكرا دكتور، كل عام وانتم بالف خير، نعد عليكم بالصحه والسلامه اكيد. شكرا دكتور. شكرا، اهلا وسهلا.